صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح السلم في الذهب؟ وهل يصح أن أعطي رجلا 10 آلاف على أن يردها لي بعد سنة 1000 جرام من الذهب؟ بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو العكس، ذهب بفضة أو فضة بذهب، لازم من التقابض. إذا اتحد الجنس لازم من التقابض والتساوي في الميزان، وإذا اختلف الجنس ذهب بفضة فلا بد من التقابض ويجوز التفاضل. هذا يسمى الصرف، ولا ما في تأجيل، ما يجوز التأجيل مطلقا. نعم.